وللمزيد ينضم إلينا من أمستردام زيد طيب الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح بهولندا. سيد زيد تحياتي إليك على شاشة القاهرة الإخبارية. هي انقسامات تضرب الحكومة الإسرائيلية، ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بورقة الحرب في غزة كورقة للنجاة من اضطرابات الداخل. كيف شاهدت الصورة خلال الأيام القادمة، أو تشاهد الصورة خلال الأيام القادمة بإسرائيل؟ أسعد الله أوقاتك أستاذ عمر، الرحمة للشهداء والحرية للأسر والشفاء للجرحى. الصورة واضحة جدا، هناك تخبط كبير، هناك ضغط أمريكي واضح جدا من أجل إيقاف الحرب بشكل حتى لو كان مؤقت، لأنه يوجد في أمريكا أشياء كثيرة تنتظر بايدن وحكومته، ويحاول يعني بايدن إظهار أنه قدم السلام أو قدم إيقاف الحرب حتى لو بالدجل وبالكذب. إضافة إلى ذلك، الحكومة اليمينية المتطرفة في هذا الكيان الغاصب الذي خاض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، هناك موجود بن غفير وسموتريتش، والكلام واضح جدا، هما لا يخجلوا من أن يتحدثوا بشكل واضح أنهم لا يريدوا وقف إطلاق نار. وبنفس الوقت لم تحقق هذه الحكومة اليمينية المتطرفة أي هدف من أهداف الحرب، وأنا أعتقد أن نتنياهو يراوغ ثم يراوغ ويكذب ثم يكذب، وهذا شيء واضح جدا، حتى يكذب على حلفائه، حتى يكذب على مقربينه. في حال إتمام الاتفاق، نحن ما نتمناه طبعا، نتمناه وقف الحرب ضد شعبنا الفلسطيني، لأنه شعبنا عانى الويلات من هذه حرب الإبادة الجماعية الذي يخوض هذا الإرهاب وهي الحكومة الإرهابية. إلا أنه في هذه الحالة تسقط الحكومة، وهذا ما يتمناه نتنياهو لسبب واحد. أولا، نتنياهو يعرف في حال وقف الحرب أنه سوف يتعرض إلى حاجتين هامتين. الحاجة الأولى أنه سيحاسب من قبل الجمهور، هذا الجمهور الذي علم كذبه بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، سيحاسب من المجتمع الدولي، سيحاسب من محكمة الجناية الدولية، وهذا يعلمه بشكل جيد وبشكل واضح. نعم. هناك أستاذ عمر تخبطات كثيرة، هناك تضارب في الآراء، لا يوجد إجماع إلا على شيء واحد من كل هذه الحكومة، هي ممارسة الإرهاب والقتل وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وعدم احترام القانون الدولي. وهذا ليس بجديد على هذه الحكومات المتتالية في الاحتلال الإسرائيلي.